هؤلاء هم الدفعة الأولى الذين أتموا العامين في دراسة صيانة الطائرات، هذا التخصص الذي اقتحمه أبناء الوطن بقوة بعد أن وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني مع إيرباص اتفاقيات توظيفهم. قبل يمكن فترة قصيرة حصلنا على يعني شهادة ورخصة للكلية هذه، كذلك يعني هيئة الطيران المدني أصبحت الآن كلية فعلا تقوم بأسس علمية عالمية تطبق طبعا أعلى المعايير فيما يتعلق ب يعني صيانة الطائرات. تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع الكلية الأسترالية لعلوم الطيران، والتي احتضنت هؤلاء الشباب لعامين كاملين لتكمل بعدها إيرباص العالمية مشوار توظيفهم في إطار خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030. طلب اللي اليوم وقعنا عقد معهم هذول يكونون على أساس أنه في الحقيقة خطة الشركة على أساس أنه يكونوا هذول أنها تدار بالطائرات في المستقبل، جميع الطائرات اللي تباع في المملكة هنا تدار بأيدي سعودية ذو خبرة، لأنهم هذول راح يمثلون الشركة، السعوديين يمثلون الشركة. فالآن احنا بدأنا على أساس أنهم من البداية يبدون، وراح الجيدين منهم نرسلهم للمصنع على أساس أنه برضو يتدربوا في المصنع ويعرفوا خبايا الطيارة. أما الحكاية فهي أجمل في عيون هؤلاء الطلاب الذين يبدأون في قادم الأيام مشوار حياة عملي، هم أول السعوديين اقتحاما له. الحمد لله هذه السنة الثانية لنا في الكلية الأسترالية، طبعا كنا موعودين من أول يوم دخول الكلية أن شاء الله الوظائف بتكون موجودة قبل التخرج، والآن الحمد لله في السنة الثانية وقعنا عقودنا مع شركة إيرباص للطيران، وإن شاء الله نكمل مسيرة في الشركة بعد التخرج. بادرة تسجل نجاحا إضافيا لكل من ساهم في إطلاقها. 19 طالبا من أبناء هذا الوطن زفتهم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى إيرباص لتصبح صيانة هذه الطائرات بأيد سعودية 100%. منصور الأمير، الإخبارية، من داخل الكلية الأسترالية لعلوم الطيران الرياض.